مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمباشرة لمؤشرات الأسواق العربية والعالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن. أهلا بكم. ونبدأ مشاهدينا بإطلالة على أهم الأسواق العربية والخليجية. السعودية في المنطقة الحمراء ب 13% ب 22 نقطة، والمؤشر عند 7181 نقطة. قطر على انخفاض طفيف ب 10% ب 13 نقطة، والمؤشر عند 8908 نقاط. هناك تذبذب في المؤشر العام لبورصة قطر بدافع من تراجع 4 قطاعات بالسوق تصدرها قطاع النقل بتراجع سهمي ناقلات وملاحة، كما هبط قطاع الصناعات بانخفاض أسهم الكهرباء والماء ومسعيد للبتروكيماويات. في المقابل صعد 3 قطاعات بقيادة العقارات بدعم من مكاسب سهمي مزايا قطر وإزدان القابضة. الكويت على ارتفاع بنحو 0.5% ب 32 نقطة، والمؤشر عند 6722 نقطة. بورصة أبو ظبي على ارتفاع أيضا بنحو 14% ب 16 نقطة، والمؤشر عند 4412 نقطة. هناك صعود لأربعة قطاعات ببورصة أبو ظبي بقيادة الاستثمار والخدمات المالية بدعم من مكاسب سهم الواحد كابيتال تلاه قطاع الطاقة مدعوما بارتفاع سهم دانة غاز. في المقابل تراجعت أربعة قطاعات بصدارة الخدمات بضغط من خسائر أغلب الأسهم يتقدمها الإمارات لتعليم قيادة السيارات، كما هبط قطاع العقارات متأثرا بتراجع سهمي إشراق والدار. بورصة دبي لازالت أيضا على انخفاض ب 10% بثلاث نقاط، والمؤشر عند 3397 نقطة. أما بورصة سلطنة عمان فلازالت على ارتفاع ب 13% ب 15 نقطة، والمؤشر عند 5134 نقطة. أهم الأسواق العربية، بورصة القاهرة في المنطقة الحمراء ب 16% ب 82 نقطة، والمؤشر عند 13287 نقطة. هناك تراجع للمؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية بضغط من خسائر 10 قطاعات أبرزها البنوك بتراجع أسهم التجاري الدولي والاتحاد الوطني مصر أبو ظبي الإسلامي، كما تراجع قطاع الخدمات المالية بانخفاض أسهم بينيرز وهيرمس والمهندسين للتأمين. في المقابل ربح قطاع الكيماويات بمكاسب أسهم موبيكو وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، كما ارتفع قطاع الخدمات ومنتجات وصناعة السيارات بصعود الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وأيكون. بورصة الأردن لازالت على ارتفاع ب 13% ب 6 نقاط، والمؤشر عند 2182 نقطة. الآن مشاهدينا دعونا نتوقف مع أهم المؤشرات العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض.
إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، نلتقيكم بإذن الله بعد نحو ساعة من الآن في تغطية جديدة من هنا من قاعة تداول البورصة القطرية، فابقوا دائما معنا، إلى اللقاء.